السلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة تتابعون فيها. بإقليم الحوز مسيرة تضامنية مع أسرتي ضحيتي جريمة منطقة إمليل، فاعلون جمعويون وممثلون عن الديانات السماوية الثلاث عبروا عن إدانتهم لهذه الجريمة الشنعاء. حملة تحسيسية للدعوة للقيام بالتشخيص المبكر للسيدة تنظمها جمعية محاربة داء فقدان المناعة المكتسبة السيدة في إطار ميثاق الدار البيضاء بدون سيدة. حامة بن قشور بوجدة تتميز بمياهها المعدنية الساخنة ذات الخصائص الاستشفائية التي تستقطب الزوار للاستجمام والاستشفاء. مستعل النشرة من العاصمة الرباط، حيث ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لجنة قيادة برنامج تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم. هذا البرنامج المسمى جيني انطلق منذ سنة 2006 وتم بفضله تجهيز 9000 مؤسسة تعليمية بالتجهيزات المتعددة الوسائط الأساسية مع ربطها بالإنترنت، كما تم تكوين الأطر المختصة في المجال. وينعقد هذا الاجتماع للوقوف عند حصيلة البرنامج وتقييم نتائجه واستشراف آفاقه في إطار رؤية 2015-2030 للتربية والتكوين والبحث العلمي. التربية مدى الحياة شكل محور ملتقى تنظمه كلية علوم التربية بالرباط بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحو الأمية. هذا اللقاء يشارك فيه خبراء في المجال التربوي بهدف توضيح العلاقة بين التكوين وسوق الشغل، وكذا دور التربية في التنمية البشرية. فالمتابعة خديجة زروال وحمزة السايح. هذا الملتقى حول التربية مدى الحياة يحاول من خلاله المشاركون عبر ورشة تكوينية إيصال رسائل للطلبة بأن التكوين المستمر وسيلة أساسية لولوج سوق الشغل. التربية ما متعلقاش بواحد الفئة معينة، وإنما تستمر مدى الحياة، وأشك فوا إنسان لإنسان تيديفلوبا، لا من ناحية المعرفية، لا من ناحية لاج ديالو، فإنه تيزيد تيتربى وتيكتسب معارف أخرى. الإدوكاسيون ما هي إلا بداية بزاف ديال لي كومبيتونس اللي كنشملوهم في الحياة ديالنا. التربية والتكوين لا ينحصر على ما يسمى بالإجازة والماستر والدكتوراه، ولكن التكوين يهم كذلك كل من أراد أن يطور مهاراته لينسجم مع متطلبات سوق الشغل. الملتقى ينظم بشراكة مع المنظمة الدولية DVV International المتخصصة في مجال تعليم الكبار، والتي تنشط في أكثر من 75 بلداً. احنا المجال ديال الاشتغال ديالنا هو اننا كنشجعوا على الارتقاء بتعلمات الحياه والتعلم ديال الكبار خاصه. كنشتغلوا مع العديد من المؤسسات الحكوميه، وكنستعملوا كذلك مع المجتمع المدني. اختيار مثل هذه المواضع للنقاش ينم عن الوعي المتنامي لدى الطلبه بضروره الاستمرار في التحصيل وتكوين المهارات مدى الحياه. بإقليم الحوز مسيرة تضامنية مع أسرتي ضحيتي جريمة منطقة إمليل، فاعلون جمعويون وممثلون عن الديانات السماوية الثلاث عبروا عن أسفهم وإدانتهم لهذه الجريمة الشنعاء. روبورتاج أمين علام والمعتصم بالله بعزاوي. شجب وإدانة واستنكار للجريمة النكراء التي راحت ضحيتها شابتان من النرويج والدنمارك، وحدت العديد من الفعاليات التي كانت من وراء تنظيم هذه المسيرة بمركز إمليل، كان في مقدمتها ممثلون عن الديانات السماوية الثلاثة، في إشارة إلى أن الدين الذي يكرم البشر ويؤكد على الحق في الحياة بعيد كل البعد عن مثل هذه الجرائم. تقدموا بعزائنا لأهل الضحيتين، ونستنكر هذا الإرهاب الذي ليس من تقاليد المغاربة ولا من دينهم ولا من عادتهم. كل من دخل إلى بلدنا دخل في أمن وأمان وعهد، فهو في ذمة المغاربة قاطبة. هذه ما يمكنش يقبلها أي واحد يكون من دين ما كان. احنا انما احنا عندنا طائفه يهوديه مأسفين بزاف هادشي اللي وقع، هادشي ما خصوش يكون وما عمر ما يكون مازال يكون. نسامبل نو سوم
فريغ إسوغ شرشي لابي. جميعا نحن إخوة وأخوات نبحث عن السلام. السلام شيء مهم للجميع. هنا في المغرب نشعر بسلام ووحدة أخوية. إن باي دي ونيتي فراتيرنيل. أسف لما حدث وتعاطف مع أسر الضحيتين وذهول أمام ما وقع في منطقة يحج لها آلاف السياح سنويا لاكتشاف سحر طبيعتها وطيبوبة وكرم ساكنتها. دوك الناس ضياف عندنا وحنا مربين في ديورنا بين الضيف كنقول له ضيف النبي، يعني نقدر نبقى بلا اكل باش نسبقوه هو. داك الضيف عنده واحد المكانه مقدسه عندنا، الوغ كو كانوا هاد الناس ناضوا داروا هذه الجريمه وباسم الدين، والدين براء منهم. المغرب هو ارض حوار الديانات والجميع يعيش بسلام في المغرب، وهذا الحادث إلا هو استثنائي ويمكن أن يمس أي دولة في العالم، وخطر الإرهاب قائم ويجب علينا أن نضع اليد في اليد لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة. هي صورة من المشاهد اليومية التي تعرفها منطقة إملين منذ الحادث لاستنكار ما حدث والتأكيد على أن المغرب سيظل دائما أرضا للأمن والسلم والسلام. نفتح صفحة الأنباء الدولية من إندونيسيا، حيث تبذل فرق الإنقاذ جهودا حثيثة للعثور على الناجين من التسونامي الذي أودى بحياة أكثر من 280 شخصا، فيما يحذر الخبراء من خطر موجات كبيرة من المد البحري بسبب النشاط البركاني. فرح زعف. في الوقت الذي يحذر الخبراء من خطر موجات كبيرة من المد البحري بسبب النشاط البركاني في سواحل مضيق سوندا، لا زالت فرق الإنقاذ تسابق الزمن للعثور على ناجين من التسونامي الذي أودى بحياة المئات. وخلفت الموجة الهائلة دمارا كبيرا في السواحل الجنوبية لسومطرة، الساحل الغربي لجاوا، وجرفت مئات المباني. الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا قالت إن عدد الضحايا سيستمر في الارتفاع، وأكدت أن عمليات البحث والتمشيط التي تقوم بها الشرطة بمساعدة الجيش ستستمر أسبوعا. في غضون ذلك أشار مركز المعلومات الدولي للتسونامي إلى أن انفجار البراكين تحت البحر أمر نادر نسبيا، لكنه يمكن أن يسبب موجات مد بحري. ويقول الخبراء إن التسونامي نجم عن انهيار في أعماق البحر لجزء من بركان أناك كاراكاتوا، محذرين من تكرار الكارثة بعدما أصبح البركان غير مستقر. في الملف اليمني، بدأ الجنرال الهولندي باتريك جيمارت رئيس فريق الأمم المتحدة المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة في غرب اليمن مهمته في المدينة الساحلية اليوم بزيارة إلى مينائها الذي يعتمد عليه ملايين السكان للحصول على الغذاء. ويترأس الجنرال الهولندي المتقاعد لجنة مشتركة تضم فريقا من الأمم المتحدة وممثلين عن المتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا. وقد انبثقت هذه اللجنة من اتفاق تم التوصل إليه في السويد هذا الشهر. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنه تم توقيع مرسوم سحب القوات الأمريكية من سوريا الذي يريده الرئيس دونالد ترامب بطيئا ومنسقا مع تركيا. وترمي هذه الاستراتيجية إلى تفادي فراغ في السلطة في المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد وقد يستفيد منه النظام السوري. هذا القرار سيترك وحدات حماية الشعب الكردية دون دعم عسكري، في حين تهدد تركيا بمهاجمتها لأنها تعتبر المقاتلين الأكراد إرهابيين. تطلق وزارة السياحة الفلسطينية في مطلع العام الجديد تطبيقا سيتم في خلاله إدخال نظام الحجز المسبق لحشود السياح والزوار إلى كنيسة المهد التي تعتبر مسقط رأس السيد المسيح في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. ويهدف تطبيق نظام الحجز المسبق إلى التخفيف من ازدحام الحشود مع مطلع العام القادم وضمان تدفق منتظم للسياح في كنيسة المهد، حيث ينتظر الزوار في ساعات الذروة لزيارة مغارة المهد الموجودة تحت الأرض ولا تتسع إلا لعدد قليل من الزوار. نعود بكم إلى الخبر الوطني. حملة تحسيسية لدعوة المواطنين خاصة فئة الشباب للقيام بالتشخيص المبكر للسيدة نظمتها جمعية محاربة داء فقدان المناعة المكتسبة السيدة في إطار ميثاق الدار البيضاء بدون سيدة. روبورتاج فتح أمغار ومصطفى ودة.
هي حملة تحسيسية حول داء السيدة، حيث قام أعضاء جمعية محاربة السيدة بتوزيع منشورات تضم معلومات حول أهمية القيام بتحليلة خاصة بفيروس السيدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لمعرفة إذا كان الشخص حاملا لفيروس داء نقصان المناعة المكتسبة أم لا. احنا هنايا حملة ديال التوعية والتحسيس حول داء السيدة، حول التعفنات المنقولة جنسيا في أوسط ساكنات مدينة الدار البيضاء، وكذلك تمكينهم من التحليلة الخاصة بداء السيدة لنيك بوابة أساسية لمعرفة الوضعية ديال الإنسان. هذه التحليلة هي سرية ومجانية وسريعة، وكذلك هي مناسبة، هذه الحملة هي مناسبة أن الناس يتعرفوا أكثر على موضوع ديال داء السيدة وخاصة الشباب. عملية استجاب لها العديد من المواطنين خاصة منهم الشباب الذين توفدوا بكثرة للقيام بتحليلة مختبرية عند السيدة ونتيجتها متوفرة في أقل من 15 دقيقة. أنا جيت من اليوم هنايا باش نعرف الداء ديالي وشنو اللي التحليلة ديالي باش نعرف شنو اللي كاين، وجيت هنايا نيت باش ناخذ المعلومات باش نزيد نستافد على السيدة. توعوا الناس باش يديروا هاد التحليلة باش الا كان شي حاجة يقدروا يصارعوا بها ويعالجوا، عاش يقول لك الحاجة ماشي تتطور. مبادرة سنوية تروم إذن الكشف المبكر عن فيروس السيدة الذي يكون فيه العلاج فعالا ويمكن تجنب مضاعفات المرض التي تظهر في مرحلة متأخرة عند الإصابة بداء السيدة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نربط الاتصال بالسيد طارق العلامة المنسق الجهوي لبرنامج الكشف عن فيروس السيدة بجمعية محاربة السيدة. سيد العلام، ما الذي حققته الحملات التحسيسية حول داء السيدة لحد الآن؟ السلام عليكم. أولا الحملة كحملات اللي كنقوموا بها هي حملة الكشف، والكشف المبكر كل ما كان مبكر كل ما كان الإنسان قدر يعرف واش مصاب بالفيروس ولا ماشي مصاب، وقدر بذلك كيتم التكفل ديالو في المراكز اللي خاصة بهذا التكفل، والعلاج هو مجاني مجاني. تقريبا الحملات اللي كتقوم بها فرع الدار البيضاء فقط تقريبا حاليا تقريبا درنا اكثر من 9000 تحليله، من وسطها لقينا 146 شخص حامل فيروس السيدة، رافقناهم لمراكز ديال التكفل. كما كنعرفوا بان في المغرب كاين تقريبا حوالي 20000 اللي حامل الفيروس، منهم حوالي 14000 اللي حاليا مشخصين، وبقى تقريبا 30%. دونك هادو هما الحملات كنقوموا بهم باش نقدر نستقطبوا هادوك الناس 30% اللي باقا ما عرفاش راسها واش مصابه ولا ما مصاباش. سيد العلام، الكشف كما كتعرفوا هو كشف. تفضل. نعم سيد العلام، هل قربتنا من ميثاق الدار البيضاء بدون سيده؟ ميثاق الدار البيضاء هو اتفاقية شراكة ما بين مجلس المدينة الدار البيضاء، المديرية الجهوية للصحة لونيسيدا، وحنا كمجتمع مدني لاساس عندنا مشاركة تقريبا دارت في نوفمبر 2017 تقريبا عندها عام. تقريبا قمنا في حنا كبرامج طول السنة كحملات الساكنة ديال الدار البيضاء اللي ضد الوصم والتمييز. تقريبا حنا كذلك في انتظار دعم المجلس المدينة باش نقوموا اكثر باش نتقربوا اكثر من ساكنه الدار البيضاء، للهدف ديالها هو الدار البيضاء بدون سيدا. سيد العلام، بخصوص حمله التبرع لمحاربه داء السيدة سيداكسو، ما هي القيمه المضافه لهذه الحمله؟ كما كتعرفوا السيداكسو هي حملة وطنية كتكون تقريبا كل عامين، الهدف منها هو باش تكون عندنا سهولة في المال باش قدر نديروا حملات تحسيسية أكثر وتكفل أكثر بالناس المصابين ديال الفيروس ديال السيدة. حملة الدار البيضاء كفرع الفرع الدار البيضاء اللي كيساهم حتى هو وكيشارك في هذه الحملة، ودنا حملات تقريبا في المدارس، حملات في الشركات، حملات في الأماكن العامة باش نقدر نوعيوا الناس بالأهداف ديالنا وشنو الخطورة السيدة إلا ما واجهناش جميعا. سيد طارق العلامة المنسق الجهوي لبرنامج الكشف عن فيروس السيدة بجمعية محاربة السيدة، لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء.
انطلقت بمكناس فعالية الجامعة الشعبية تجربة رائدة لتكوين وتأهيل ودمقرطة المعرفة وإرساء التنمية المجالية بكل أبعادها. عبد السلام خلوي وإبراهيم الغوتي. من مجرد فكرة إلى مشروع طموح بأهدافه وأبعاده وتصوراته، مشروع الجامعة الشعبية بمكناس وبحسب المؤسسين من فعاليات متعددة وشركاء متخصصين سيشكل فضاء رحبا للمعرفة والتكوين وتطوير المهارات والمعارف والتواصل بين القاعدة الجامعية والمستفيدين، فضاء المواطنة والقيم الديمقراطية، هدفه الأسمى خدمة التنمية. سنقوم بإعطاء العديد من الدروس في مجالات مختلفة في التاريخ والجغرافية وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والقانون، لكن ليس وطبعا يعني علوم أخرى اجتماعية وغيرها، وبطريقة كما قلت تشاركية. الهدف منها هو إدماج الشباب، أولا إدماج النساء في مجال التربية والعلوم والتكوين. من وراء هذه المبادرة وهذا الفضاء الجامعي الشعبي نخبة من الأطر والكفاءات الجامعية والشركاء، وبإعلانها في هذا اللقاء افتتاح المشروع إنما تسعى إلى إرساء تقليد يقوم على جعل المعرفة ودمقراطة الولوج إليها رافعة للتنمية والتقدم وتحسين فضاء العيش. هذه المبادرة الجامعية الشعبية هي أول مبادرة انفتاح على المجتمع المدني وأيضا انفتاح على الجامعة، ليس انفتاح الجامعة على العالم الخارجي بل العالم الخارجي على الجامعة، باعتبار أن الأطر الأساسية لهذه المبادرة هم أساتذة جامعيين وباحثين. الهدف منها هو تعميم المعرفة. هي كذلك تجربة متميزة لتكوين المواطنين والشباب على الخصوص وتأهيلهم للنهوض بالتنمية. ومع الجامعة الشعبية وكما جاء في الكلمات ستنمحي شروط الولوج إلى المعرفة والتعلم للرفع من مستوى تفكير المواطن وتطوير مشاركته في الحياة العامة وفي تحقيق النموذج التنموي. التدبير المستدام للنظم الغابوية في مواجهة قضايا التغيرات المناخية والضغط الديمغرافي موضوع تناولته ندوة نظمتها بسلة المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين تقليدا للذكرى الخمسين لتأسيسها. هذه المؤسسة التي تساهم في إعداد أطر عليا تعنى بالبحث الغابوي والفلاحي. حسن طبعي وسعيد إشاصي. تخليد المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا لذكرى تأسيسها الخمسين مناسبة للوقوف على تاريخ وحاضر هذه المؤسسة العليا التي بلغ عدد خريجها اليوم 1215، ساهموا بكل تفان في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي الغابوي والزراعي. بحوث ديال المدرسة وديال المنظومة ديال التعليم والبحث بصفة عامة هي يعني بحوث مهمة جدا اللي اعطت نتائج، واليوم غادي يعني الخبراء سوف ينكبون على تدارس هذه الأبحاث وكذلك مدى تنزيل لها في يعني على أرض الواقع بالنسبة لتدبير ديال المجال الغابوي بصفة عامة. والناس اللي غادي يتناولوا هذا الموضوع تقريبا منهم مهندسين اللي تكونوا في هذه المدرسة ويجيوا يفيدونا بما قدموا التكوين وما التجربة ديالهم الميدانية والتنمية، لأن المهندس ديال المياه والغابات كيساهم بشكل كبير في التنمية ديال يعني الغابوية والتنمية الفلاحية والتنمية ديال القروية بصفة عامة. باحثون وخبراء سيدرسون التدبير المستدام للنظم الغابوية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، باعتبار القطاع أضحى اليوم يشكل فضاء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب تضافر الجهود من أجل استمراريته حفاظا على النظم الأيكولوجية وتنميتها المستدامة. بإقليم سطات انطلقت عملية التشجير برسم سنة 2018-2019، عملية تنظمها المديرية الإقليمية للمياه والغابات بإقليم سطات على مساحة تفوق 2000 هكتار بتكلفة تقدر ب 24 مليون درهم بهدف الحفاظ على المجال الغابوي والتنوع البيئي. ريبورتاج فتح أمغار ومحمد العروي. غابة بير باعوش بإقليم سطات تتعزز بإعطاء الانطلاقة لعملية تشجير على مساحة تقدر بمئة هكتار، عملية تدخل في إطار برنامج تنمية المجال الغابوي والحفاظ على التنوع البيولوجي بمنطقة تشهد تساقطات مطرية مهمة.
فيما يتعلق ببرنامج التشجير المتعلق بسنة 2018-2019 فهو كيهمه ساحة إجمالية تقدر ب 900 هكتار موزعة على مجموعة من الجماعات القروية. مثلا هناك 200 قطار على مستوى جماعة مقارطو، 100 قطار على مستوى جماعة مزامزم جنوبية، 100 قطار على مستوى جماعة ولاد فارس، بإضافة 450 قطار موزعة على باقي الجماعات القروية. عملية التشجير عرفت انخراط التلاميذ بوية تلقينهم أهمية الحفاظ على الشجرة القلب النابض للحياة. يعني مشاركتنا شوى حصيلة للأنشطة وترسيخ مبدأ المحافظة على البيئة في نفوس الناشئة، وكما تعرفون فالشجرة القلب النابض بالحياة، هي الأمر لا متناهي، هي أشياء كثيرة تعطينا الأكسجين، تأخذ منا ثاني أكسيد الكربون. أعدي رسالة لجميع الأطفال العالم، نحافظوا على الشجرة، نحافظوا على البيئة من أجلنا ومن أجل الأجيال القادمة، وشكرا. المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تروم من خلال هذه العملية غرس حوالي 2 مليون شجرة غابوية تتلائم مع خاصية البيئية للمنطقة، وذلك في إطار مخطط المغرب الأخضر. وجدنا الآن حامة بن قاشور بوجدة التي تتميز بمياهها المعدنية الساخنة ذات الخصائص الاستشفائية المتعددة. الحامة استعادت بريقها بعدما رصدت لها استثمارات مالية لتعزيز خدماتها قصد استقطاب المزيد من الزوار للاستجمام والاستشفاء. روبورتاج محمد بلاوي، رشيد العتابي وعبد الإله لشاب. حامة بن قاشور بوجدة فضاء يقصده الزبناء للاستجمام والاستشفاء. الإقبال على هذه الحامة في تزايد مستمر، وذلك راجع لمياهها الساخنة التي تصل درجة حرارتها إلى 52 درجة وقدرتها على شفاء بعض الأمراض الجلدية والعضوية. كنفضل حمام بن قاشور أحسن من الحمامات الأخرين، وثانيا كنفضلو علاج كيعطي واحد الانتعاش للجسم والمفاصيل، وكنصيب راحتي وفوقاش ما نكون عيان كنجي. اكيد بكري كيما دروك انا عقلي كنت كنجي صغير، ماء معدني كيخرج سخون ديال الله، باقي كيما خليتو هادي شحال كيما باقي دابا. كنجيلو على اساس الدواء. كانت عندي سينيزيت كرونيك ودرت العمليات عليها، ودرت الا انني من ديت نجي دائما لهذا الحمام هذا، خوات لي ديك لاسينيزيت والحمد لله تعافيت. مختلف الدراسات والتحاليل التي أجريت أثبتت أن المياه المعدنية لهذه الحامة تحتوي على عناصر كيميائية وفيزيائية. يحتوي على الأملاح المعدنية بكثرة، يعني فورتمون مينيراليزي، دونك على غرار الدراسة اللي غادي نجدوها إن شاء الله، اون بارتناريا كونفونسيون مع دي ميسان لي سبيسياليست في هذا لو دومين ديال سورتو درماتولوجيك والآخر، غادي تبين على أنه صالح لغرض استشفائي. عندها جميع الخصائص ديال زوت ستاسيون ثيرمال بحال مولع عقوب، بحال لي ستاسيون ثيرمال اللي كاين في أوروبا، وفي هذا الوقت راها في إعادة الهيكلة يعني التطوير ديالها باش تكون واحد الحامة قابلة للاستشفاء. الشركة والمفوض لها بتدبير هذه الحامة قامت بالتأهيل وتوسيع الشطر الأول من المشروع في انتظار إتمام الشطر الثاني. تشكل هذه الحامة إحدى المرافق المهمة بالنسبة لساكنة مدينة وجدة والمدن المجاورة، لما تقدمه من خدمة متميزة تتمثل بالاستحمام بالمياه المعدنية، وتأتي عملية تأهيل وتوسيع هذا المرفق في إطار عصرنا وتنويع الخدمات مقدمة حتى تستجيب لانتظارات الزوار. إعادة تأهيل حامة بن قاشور بوجدة وتحسينها لاستقبال الزبناء في فضاء أوسع سيزيد من استحسان هذا المكان الذي يجدون فيه شفاء لعللهم وصحة لأبدانهم. ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرة الظهيرة. بإقليم الحوز مسيرة تضامنية مع أسرتي ضحيتي جريمة منطقة إمليل. فاعلون جمعويون وممثلون عن الديانات السماوية الثلاث عبروا عن إدانتهم لهذه الجريمة الشنعاء. حملة تحسيسية للدعوة للقيام بالتشخيص المبكر لسيدا تنظمها جمعية محاربة داء فقدان المناعة المكتسبة سيدا في إطار ميثاق الدار البيضاء بدون سيدا. حامة بن قاشور بوجدة تتميز بمياهها المعدنية الساخنة ذات الخصائص الاستشفائية التي تستقطب الزوار للاستجمام والاستشفاء. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا، في أمان الله.